الناس ايه؟ سرقوه في المطار، سرقوا الفلوس بتاعته والرواد بتاعته. بص العمدات بتاعته جنيهات مصرية. فبيقول لك الأمن الوطني يكشف إن الكلام ده مش موجود أساسا. ان هو بيتين بالظبط. تيكتوكات وفيديوهات ومش عارف ايه، بس انا كنت في المطار والراجل مش كلموني، معرفش كلموني طبعا. اللي كلموني الناس في اوروبا كلموني، والناس العرب كلموني. اعمل فيديو كبير. Thank you.
Well done.